ليفركوزن نيلس شنا كيفاش كانت المباراة، وين كانت مباراة كبيرة لنيلس أمام النادي الألماني في الدور الأوروبي أوروبا ليج الجولة الأولى، وين شنا كيفاش انهزام ثقيل أمام باير ليفركوزن نيلس، وين شنا كيفاش نقولوا باللي بعد ما كانوا منهزمين بهدفين ليسف شنا أمين قويري وين سجل الهدف في الدقيقة 31، شنا ناديم شنا لوكال ناديم الذي سجل ناديم أميري الذي سجل الهدف في الدقيقة 11، لوكاس سجل في الهدف الثاني في الدقيقة 16، هدف التقليص من جانب أمين قويري نيس في الدقيقة 31. شاهدنا كيفاش الشوط الأول اللي انتهى هدفين لهدف لصالح باير ليفركوزن، الشوط الثاني شنا موسى ديبي الذي سجل في 61، كريم بالعربي الذي سجل في الدقيقة 79، كريم بالعربي يسجل في الدقيقة 83 الهدف الخامس. يعني نقولوا باللي اليوم وين رغم أن دخول هشام بوداوي لكن بدون جدوى، دخول هشام بوداوي دخول يوسف عطال لكن بدون جدوى في هذه المباراة، شنا والتر شنا ريسيون شنا دانتي شنا حسن كامارا أمين قويري، شنا يوسف عطال في الدقيقة اللي دخل الدقيقة 73، شنا كيفاش نقولوا باللي المباراة اللي كانت شيقة وين هشام بوداوي اللي لعب 63 دقيقة وخرج، شنا دانيلو شنا كيفاش إكساس شنا دان نادوي شنا ميزاني شنا مزياني شنا كيفاش روني لوبيز اللي دخل دقيقة 63. يعني بيكون بدون جدوى وين نقولوا باير ليفركوزن الفريق العريق الفريق اللي عنده اسم تاعو باير ليفركوزن، يعني وعرف كيفاش يسجل أهداف، عرف كيفاش يسيطر، عرف كيفاش يقضي على أحلام نيس في بداية الشوط الثاني، يعني بدون مقدمة وين شنا كيفاش دقيقة 11 وين كان يسجل أهداف، شنا كيفاش وين 6 أهداف لهدف واحد أمام نيس، يعني نتيجة ثقيلة كبيرة جدا جدا. وين شنا كيفاش في الدقيقة 87 وين باير ليفركوزن يفوز بالنتيجة والأداء، يعني بالنتيجة وين انهيار تام لنيس في هذه المباراة، يعني شنا كيفاش تسجل عليهم الهدف السادس. يعني كانت مباراة نقولوا مباراة كانت شيقة، مباراة اللي شاهدنا كيفاش نقولوا باللي نيس وين لم ينهار وين نهار في الشوط الثاني بدقيقة 87 ويتسجل عليها الهدف. يعني كانت مباراة كانت شيقة، مباراة وين شاهدنا فيها نقولوا باللي شاهدنا 4 أهداف في الشوط الثاني، يعني 4 أهداف وين بعد التغييرات اللي داروا فيرا لكن بدون جدوى، التغييرات كل التغييرات اللي دارهم ما جابتش نتيجة. يعني نقولوا باللي نيلس هذا هو الدور تاعو نيس من أجل المشاركة، نيس يعني ما نقولوا بلي ماهوش فريق اللي ينجم يروح لأبعد نقطة. شنا كيفاش فيراز الذي سجل في الشوط في الدقيقة 87، يعني كانت مباراة قوية، مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا يعني 6 أهداف لهدف واحد، نتيجة ثقيلة جدا وفوز كبير لباير ليفركوزن في هذه الجولة الأولى. وإن شاء الله كيفاش نيس لم يقدم ولا شيء في الشوط الثاني رغم أن التغييرات لكن بدون جدوى، تغييرات 5 تغييرات لكن بدون جدوى أمام باير ليفركوزن الذي قدم شوط كبير في الشوط الثاني، يعني شوط ثاني وين قضى على أحلام الباير نيس في هذه المباراة. هذه هي المباراة الجولة الأولى، باير ليفركوزن 6 أهداف، نيس هدف في الأوروبا ليج.